بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم What are the advantage of Kotlin over Java؟ إيه هي مزايا الكوتلين على لغة الجافا؟ Basically for me less thinking required to write Kotlin equivalent to most Java code أول حاجة data كلاس ميزة من مزايا الكوتلين على الجافا الجافا You have to write getters and setters for each thing. محتاج تكريت getter و setter لكل class أو model هتكريته. You have to write محتاج تكتب الهاش كود properly أو تخلي ال IDE ي auto generate الهاش كود ليك which you have to do again every time ومحتاج تعمل ده كل مرة. You change the class هتغير في ال attributes بتاعت ال -class. ال two string same problem نفس مشكلة ال hash code وال equal نفس مشكلة الها الهاش code حلو or you could use lump but the uh, that comes with some uh, quirky problems of its own record types are hopefully on the way Kotlin data class does it all for you ال data class بيكريت لك كل ال methods دي بال getter بال setter الجيتر اند سيتر باترنز الجافا بتري رايت الجيتر والسيتر لكل فاريبل يو يوز إت فور كل مستقى, كل بروبرتي uh, عندك كل متغير معرفه في ال, uh, الكلاس عندك هتكريت سيتر ليه وجيتر ليه الكوتلين مش محتاج تعمل ده هي بتعمل لك بتاوتو ده ليك اوتوماتيكلي الكوتلين دونت هاف تو رايت جيتر اند سيتر and the custom getter and setter take a lot less typing in Kotlin if you do want to. Also delegate uh, exist for identical getter and setter. تاني حاجة الابستراكت فيس الاوبن Classes. في الجافا يو هاف تو ميك ان ابستراكت كلاس امبلمنتيشن محتاج تعمل امبلمنتيشن للابستراكت كلاس في الكتلين الاوبن كلاس ليتس يو ميك ان انهيريتابل كلاس بيخليك تعمل كلاس انهيريت انهيريتابل تقدر تنهيريت منه وايل اولسو بينج يوزابل اتسيلف نايس ميكس اوف خليط من الانترفيس وريجولار كلاس وكلاس عادي الاكستنشن فانكشنز الجافا ما فيهاش اكستنشن فانكشن الكوتلين داز اكزيست فيها اكستنشن فانكشن ميك فانكشن مور كلير بتخلي الفانكشنز اوضح ان يوسج في استخدامها اند فيلز مور ناتشرال وبتحس ان هي السنتكس uh, uh, بتاعها ناتشرال طبيعي النل الجافا اني سينج بات بريمتيفز كان بي نل ات اني تايم اي حاجه ممكن تبقى نل في اي وقت الكوتلين يو جيت تو ديسايد انت Uh, uh, بتحدد او uh, بتقرر وات كان اند كانت بي ايه اللي ممكن يبقى بنال وايه اللي ممكن ما يبقاش بنال allows for nice thing like in line class السنجلتون في الجافا ميمورايز سنجلتون باترن هتستخدم السنجلتون باترن في الكوتلين الاوبجكت هتستخدم اوبجكت انستيد اوف بدل من الكلاس الجينيركس في الجافا زي ار اور رايت ناسينج فانسي في الكوتلين بنستخدم الريفايد جينيركس يو كان اكسس ذا اكتوال تايب ان اند اوت فور كوفاريانس النيم ده بارامتر في الجافا دازنت اكزيست ما فيهاش نيم ده بارامتر ايزي تو بريك اي بي اي باك كومباتابيليتي اف يو ار نوت كيرفول لو انت نوت uh, كيرفول في الكوتلين داز اكزيست فيها نيم ده بارامتر ايزي تو بريزرف اي بي اي باك كومباتابيليتي ال primary constructor في الجافا مافيهاش uh, doesn't have uh, per se you still have to define everything inside the class يعني محتاج تعرف كل شيء جوه الكلاس class انما في الكوتلين very nice to be able بتبقى قادر to quickly write a constructor انك تكريت constructor بسرعه without any constructor function او extra needless declarations او اي uh, تعريفات اضافيه طيب what is late init in Kotlin and when would you use it؟ ايه هي ال late init وامتى تستخدمها؟ ال late init means معناها late initialization ان انا باخر عمليه ال if you don't want to initialize a variable in the constructor لو انت مش عارف مش عايز تعمل initialization للمتغير بتاعك جوه ال constructor instead بدلا من كده you want to initialize it later هت عايز تعمل initialization مؤخرا في الكود. and if you can guarantee the initialization before using it, then uh, then declare that variable عرف ال variable ده بـ late init. keyword it will not allocate memory مش هيحط مساحة في الذاكرة until لحد ما يحصل له initialization. you cannot use late init for primitive type properties تقدرش تستخدم الليت الـ late init للـ primitive types زي الـ int والـ long وغيره. ادي let init for test من نوع string do something قلت له التست بيساوي some value هنا انا عملت ايه عملت initialization للقيمه بعد كده قلت له print line اطبع لي اللينس بتاع السترينج ده وبعد كده غير لي قيمه السترينج ده طيب there are a handful of use cases where this is extreme, extremely helpful ده مفيد ليه؟ اندرويد فاريبلز ذات جيت انيشاليزد ان لايف سايكل ميثودز المتغيرات اللي بيحصل لها في دوره حياه الاكتيفيتي او الفراغمنت using dagger for DI ال injected class variables are initialized بيحصل لها initialization outside بره and independently from the constructor بره ال constructor وبشكل منعزل عن ال constructor ال setup انك تيجي تعمل setup لل unit test ال test environment variable are initialized بتعمل لها initialization جوه ال annotation اللي اسمه add before annotated method ال Spring Boot uh, Annotations Example الـ Auto -wired. طيب What is the purpose of companion object؟ ايه غرض او استخدام uh, الـ companion object في الكوتلن؟ Unlike عكس الجافا والسي شارب كوتلن doesn't have static members ما فيهاش او الممبر فانكشنز اف يو نيد تو رايت ا فانكشن لو محتاج تكتب فانكشن ذات كان بي كولد تقدر تستدعيها ويزاوت هافينج ا كلاس انستنس بدون ما تاخد انستنس من الكلاس but needs access to the internal of the class بس محتاج تاكسس الاتريبيوتس بتاعتك او الفانكشنز بتاعتك جوه الكلاس على طول من غير ما تاخد انستنس فبالتالي يو كان رايت ات از تقدر تكريت الكلاس ده كان أو تكريت الـ أو الـ properties بتاعتك uh, كو, جوه companion object declaration inside that class جوه الـ class ده فآدي class اسمه event manager عرفت جواه companion object وهتستخدم ال data أو ال attributes بتاعتك ال companion object عبارة عن is a singleton the companion object is a proper object on its own and can have its own super types ليه السوبر types الخاصة B and you can assign it to a variable and pass it around if you are integrating with Java code لو بتعمل integration مع كود مكتوب بالجافا and need a true static member ومحتاج static members بالتالي تقدر تأنوتيت the members inside a companion object جوه ال companion object بال annotation JVM static what the Kotlin double bang operator اللي هم علامتين التعجب دول عبارة عن ايه the not null assertion operator ده not null assertion converts any value بيحول أي قيمة to a non-null type لنوع non-null مش بنل and throws a وبيرمي null pointer exception if the value لو القيمة بنل consider اعتبر عندي متغير اسمه ايميل حلو var من نوع string و حطيت بعد السترينج كويشن مارك فبالتالي انا بقول له ان ده ممكن يقبل يقبل قيمه بنل معنى الكويشن مارك دي ان انا بقول له انت ممكن تقبل تاخد قيمه بنل قلت له الايميل بيساوي نل وقلت له اطبع لي ايميل وحطيت علامتين التعجب دول فبالتالي الاوبريتور ده هيعمل ايه شوت بي يجب انك تستخدمه ان كيسز في حالات وير ذا ديفلوبر از guaranteeing ان المطور اللي بيكتب البرنامج متاكد It allows you بيسمح لك to be 100% hundred في المائة sure متأكد that its value is not null إن القيمة بتاعته مش بنال what is the difference between suspending vs blocking الفرق ما بين suspending و blocking the blocking call to a function uh, means that معناه a call to any other function from the same thread من نفس the thread will halt the parent's execution يعني هيوقف ال execution التنفيذ بتاع ال uh, parent حل. following up this means that ده معناه if you make a blocking call on the main thread لو عملت block لكول جوه المين ثريد اكزكيوشن يو افكتيفلي فريز ذا يو اي بتعمل فريزينج تجمد لليوزر انترفيس انتيل ذات بلوكينج كولز فينيش حتى يتم انتهاء الايه الكول اللي عامل بلوك للمين ثريد ذا يوزر ويل سي ستاتيك سكرين ويتش از نوت ا جود سينج اليوزر هيشوف على الشاشه سكرين uh, ستاتيك uh, which is not good thing يعني حاجه مش جيده طيب suspending بقى doesn't necessarily uh, ليس بالضروره ان هو يعمل بلوك للparent execution عكس blocking if you call a suspending function لو استدعيت uh, suspend function in some thread في بعض او في اي uh, thread you can easily push that function to a different thread to push the function دي to thread مختلف. In case it is a heavy operation, في حالة إن هي عملية heavy uh, تقيلة يعني بتاخد وقت, uh, it won't to block the main thread. مش هتقفل أو هت block the main thread. If the suspending function has to suspend, it will simply pause its execution ببساطة هي بتبوز بت بتوقف بس التنفيذ this way الطريقة دي free up its thread بتفضي thread for other work ليه work لشغل تاني أو task تاني أو operation تاني once it is done مجرد ما تم الانتهاء منه suspending it will get the next free thread from the pool هتجيب الثريد الثاني من البول عشان تفنش الورك بتاعه هنكمل بقيه الاسئله في الفيديو اللي جاي